عم محمود النمس. نعم. كم سنة؟ 64. أنت فلاح صح كده؟ نعم. في الأساس فلاح. بتمارس الفلاحة؟ طبعا. بتمارسها كل يوم ولا إيه يعني؟ طبعا يعني الرز عايز تمليه بنمليه، الذرة عايزة تشرب بالمسجية، يعني طلبات الحياة يعني اللي هي. وإزاي يبقى المزارع فنان؟ ما هي ده بقى يعني، دي ما تقول الفن يعني، هي ابتباغية يعني. انت غاوي الكوله من امتى؟ غاوي الكوله من يمكن وانا عندي 10 سنين. كنت بروح المولد كده، حرانه مولد اسمه سيدي سليم ابو مسلم، عالم الشرقيه هنا. فبقي في ناس اسمه واحد اسمه السيد بيومي كان بيجيب الغاب ده ويعمله. اشتريته حبه صفر كده وحبه كده وحبه كده لما اتعلمته مع نفسك. مع نفسك. سماعي ما رحتش لمدرسة ولا كان ولا ما رحتش المدرسه خالص، يمكن سنه اولى وما رحتش المدرسه. وبدات بقى تحترف الشغلانه دي اللي هو تروح فرقه ولا كان حد. انا واحد اسمه عمي عاشور من صفت الحنه. كان بيعمل افراح، اجي من الاجازه من الديش عليه اطلع معاه للشغل واخلص واطلع الاجازه بتاعتي تاني. بس الراجل الفلاح ده بيصحى من النجمه. والفنان بينام النجمه، ازاي بتجمع بين الحاجتين دول؟ بالعكس، ما انا خدت على كده يعني، ممكن ارن سهران طول الليل واصلي الفجر واجي انام اقوم الساعه 7 تاني عادي امارس شغلي، اذا كان في الغيط اذا كان ورايا حاجه اعملها عادي يعني. حد في العيله عنده الهوايه الموهبه دي؟ ابدا، ولا عيال حتى اتعلموا. حاولت واحد يتعلم فيهم حتى يبقى بعد ما اموت حتى يبقى يشتغل، فما فيش. طب ممكن يبقى له شغل تاني، اشمعنى عايز يشتغل يعني يشتغل الشغلانه دي؟ الشغلانه دي لو انت وراك يعني عندك مشاكل عندك اي حاجه ومسكت الناي ده واشتغلت عليه تنسى الدنيا وتنسى كل حاجه وراك، يعني تبقى عايش في عالم تاني.